هيتلعبوا ان شاء الله في بطوله الدوري الممتاز، لقاء ما بين المصري والبنك الاهلي الساعه 6:30 في استاد برج العرب، استاد الجيش في برج العرب، والساعه 9 بيراميدز على استاد الدفاع الجوي هيستضيف فيوتشر. الماتشين دول مؤجلين من الجوله 15 لبطوله الدوري. في ماتشات بقى هتبدا الجوله 21 ان شاء الله من يوم الجمعه. برضو انا بفكركم تاني كده، الجونه مع الاتحاد السكندري يوم الجمعه، المقصه وفاركو الجمعه ان شاء الله في استاد الكليه الحربيه، السبت غزل المحله وطلائع الجيش، سموحه وامبي، الزمالك والاسماعيلي يوم السبت، وبرضو يوم السبت في طبعا نهائي دوري ابطال اوروبا بين ليفربول وريال مدريد، يوم الاحد فيوتشر مع ايسترن كومباني، بيراميدز مع المصري، ويوم الاثنين مباراه وحيده ما بين البنك الاهلي والسيراميكا. في انتظار بقى ان شاء الله، يعني طبعا 30 مايو ده هيبقى اخر يعني يوم في بطوله الدوري، عشان بعد كده في توقف، يعني عشان منتخب مصر عنده ماتشين ان شاء الله مع غينيا في تصفيات افريقيا المؤهله لامم افريقيا 2023، وايضا لقاء مع اثيوبيا يوم لقاء غينيا هيبقى يوم 5 هنا في مصر ان شاء الله في استاد القاهره، ويوم 9 مباراه الثانيه لمنتخب مصر في التصفيات امام اثيوبيا في ملاوي في ملعب ملاوي، وبعد كده المنتخب هيخلص ماتش ملاوي هيرجع الى القاهره، وبعدين يسافر كوريا الجنوبيه عشان يلعب مباراه وديه مع منتخب كوريا الجنوبيه. وكان حتى النهارده القنصل الكوري الجنوبي في اتحاد الكوره، وكان في اجتماع كده مع الاستاذ جمال علام بيتفقوا طبعا على الترتيبات النهائيه لاقامه المباراه وتعاقد الاتحاد المصري مع الاتحاد الكوري الجنوبي.